هي منتهى السعادة إن احنا نشارك في تخرج دفعة 39 من كلية التجارة. يعني بقالنا 39 سنة بندعم المجتمع المصري من خريج كلية التجارة. وزي ما الدكتور ممدوح قال خريج كلية التجارة الآن أصبحوا من الخريجين المرموقين على مستوى الدولة. جامعة سوهاج الحمد لله بتثبت كل يوم أنها على قدر من المسؤولية وأنها لديها خريجين يملؤون الدنيا بمكافآتهم ومجهودهم. وسوف نستمر في ده. مهتمين جدا بتنمية مهارات خريجينا، مهتمين بتطوير قدراتهم للمنافسة على سوق العمل. علشان كده عندنا مجموعة من البرامج المتميزة اللي بتقدمها الجامعة لتنمية مهارات الخريجين. نيابة عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنهنئ كل الخريجين ونؤكد لحضراتكم ان احنا فرحانين زي اولياء الامور واكتر. احنا كلية التجارة والحمد لله اكتسبت ثقة من المجتمع الخارجي هذه الايام في ظل قيادة الاستاذ الدكتور احمد عزيز، ثقة غير عادية وصلت لمرحلة ان هم بدأت المصالح تبعت لكلية التجارة ابعتوا لنا خريجيكم هنعين منهم بدون مسابقات. وصلنا النهارده من شركه اسمها شركه التامين التكافلي عاوزين العشره الاوائل لكل فرقه هيعينوا منهم مباشره. أسلمت وجهي لله.